إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في العالمين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار الأخيار وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله، وإن شر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا عام هجري جديد يذكرنا بالمصطفى، بالحبيب المجتبى، بسيد الأكوان، برحمة الله للعالمين، ببشرى الأنبياء لمن بعدهم إلى يوم الدين. يذكرنا بمن جعله الله تاجا فوق رؤوس البشرية، يذكرنا بسيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وآله وسلم، يذكرنا به وهو كالزهر في طرف، والبدر في شرف، والبحر في كرم، والدهر في همم، دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. صلى الله عليك وسلم وآلك يا رسول الله، ما هبت النسائم وناحت على الأيك الحمائم، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرجة العليا عند ربه، وله الفردوس الأعلى، سقفه العرش، سأل ربه فأعطاه،
ونسأل الله له زيادة في قدره وشرفه الشريف الكريم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصره ربه فأكثر من تبعه إلى يوم القيامة، حتى صار المسلمون أكثر أهل الديانات تبعا. ترى الرجل لا يصلي وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدر إلا على نصرته في نفسه وأهله وماله. ترى الرجل يفعل المعاصي والمنكرات، لكنه إذا ذكر أمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم رق قلبه، وإذا استحلف به أو ذكر به رأيت عينيه ترقرق بالدموع. ما هذا الإنسان الغريب العجيب؟ إنه حبيب رب العالمين. يذكرنا ذلك العام الهجري بأذية المشركين له وهو حي، وبأذية السافلين الفاجرين الكفرة له وهو في الأفق الأعلى وفي الملأ الأعلى عند ربه. ولكن الله هو الذي خلق فيهم هذه السفالة، وهو الذي قدر عليهم ذلك الكفر، وهو الذي في كونه لا يكون إلا ما أراد. وحكمة ذلك أنه يرقي نبيه وهو عنده كل يوم، كلما اعتدى عليه المعتدون وتسافل عليه السفلة المجرمون. فالحمد لله رب العالمين أن جعل لنا من المحن منحا، وأن جعل لنا من هذا البلاء فرجا. ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ربنا وعترته دالا على نصرة الله له. حفظ كتابه كما وعد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فصدق وحفظ لنا عترته بعدما أبادهم جميعا ليعلمنا أنه كان قادرا على هلكتهم جميعا، فلا يبقى لمحمد أثر. لكنه أبقاهم من اثنين فقط، من الحسن والحسين، من علي زين العابدين، ومن الحسن المثنى، ومن زيد الأبلج فقط، حتى شاعوا وذاعوا في الأقطار، وكل نسب وسبب مقطوع يوم القيامة إلا نسبي وسببي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فاته النسبة إلى أهل البيت الكرام لم يفته الانتساب إلى سيد الخلق بالإسلام. فالحمد لله إنه كان منا كالوالد للولد. علمنا ربنا كيف ندير الأزمات، وكيف ندير هذا العدوان. يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو يريد منك أن تقف بهدوء في قلبك ووضوح في عقلك، بحب لنبيك وطاعة لربك: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. يقول لنبيه: لا تلتفت إلى هؤلاء، لا في شكلهم ولا في مضمونهم، لا في حالهم ولا في مآلهم.